السؤال بيقول هو مفيش برنامج يسهل لنا عملية الجمل السيكوال دي والجوين والكلام ده كله؟ فبقول له لا، في اصلا لما تيجي تعمل هنا انت اصلا ممكن تقول انا عايز اسلكت حاجه ويبدا بيساعدك هنا مثلا في شويه اسماء يختاروا كلام منها، لكن في حاجات بتتعمل كمان بيسموها اللي هي الكويري باي اكزامبل، الكويري بيلدر هو نفس الاسم. فبتبدا تختار الجدول وبتعمل الجوين وتختار اختيارات وتختار اسم التيبلز وتختار انت عايز تعمل سورت ولا لا في الجريد ده وكلام زي كده. بس في الاخر هو البرنامج ده او الانترفيس دي في الاخر هتربط من خلال ايه؟ في الاخر هتجنريت اس كيو ال وترنه على الداتابيز برضه. ف احنا ليه بنتعلم الاس كيو ال؟ الاس كيو ال ده ستاندرد، والمفروض انتوا فهمتوا يعني ايه ستاندرد اللي انتوا خدته قبل كده اوراكل. ده اوراكل داتابيز، وانتوا شفت الاس ماي سيكوال فانتوا عرفتوا ان لا في ايه الانترفيس مختلفه كليا، لكن ستيل الاوامر لا مش مختلفه كليا. الموضوع مش كده صح، حتى لو كان في بعض السنتكس مش قضيه، لكن الفكره واحده والاس كيو الستاندرد واحد خلاص مع بعض السنتكس المختلف. فبدانا نوصل ان في حاجه موحده. انا لو فتحت قدامكم داتابيس بوست بي دلوقتي هسمع كده، يعني انا ما اعرفش احمل بوست ولا لا، بس يعني عندي كويس عند السورس يعني. المهم يعني اقصد عندكم اي داتابيز اس كيو لايت، اي داتابيز بريليشنال داتابيز، الكونسبت ده كونسبت واحد خلاص. فانت ليه بتتعلم بقى الاسلوب؟ لان انا مش كل مره بغلبك على كل البرامج بكل اشكالها يعني. خلاص لو عندك اس كيو خش بقلب تقيل ما يهمكش خلاص. دي واحد. الحاجه الثانيه ان انا لما اجي ابرمج واربط مثلا بماي سيكوال مثلا من خلال جافا، من خلال بايثون، من خلال دوت نت، من خلال اي لغه بي اتش بي من غيره، بربط مع الداتابيز، ببقى محتاج الاوامر عشان انفذ عمليه معينه، محتاج اقدر انفذ عمليه معينه. فلو مش معايا الاوامر بقى هقول له اعمل لي على برنامج، وبقى برضو عندي نفس الايه نفس خلاص. فالاسهل بالنسبه لك انك تتعلم الاصل وتبقى الدنيا معاك ايه مريح. وبعدين انت بتحس الاول ان الاوامر ملخبطه وكتير عليك، ده بس في الاول، عشان بعد ما تبدا تمشي ايديك بتلاقي الدنيا بقت مختلفه تمام. تمام طيب، اتوقع ان الاوتر والسيلف جوين عشان نقدر نكمل الايه موضوعات الجوينز الاساسيه يعني. طب الاوتر عندنا ليه ثلاث انواع في الاوتر معروف. الاوتر ليه ثلاث انواع معروفين يعني. عندنا رايت وليفت وفول. تمام؟ رايت وليفت وايه؟ وفول اوتر جوين. تعال نتكلم على الفول وبعدين نشوف الايه؟ الرايت وليفت. فلو انا جيت على المثال اللي احنا كنا عاملينه، خلينا في المثال اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. احنا كنا عاملينه هنا والحمد لله ما شلناهوش لسه. الاخ ده مثلا انا بجيب بيانات الطلق المدرسين والاقسام بتاعتهم. كنا ده كان انر. خد بالك انا هغير كلمه انر واخليها اوتر بس صح؟ وهزود كلمه فول او رايت او ليفت. والعب بقى في النتيجه هتحصل ايه؟ فده كان بيجيب لي البيانات صح؟ لما كنت بعمل كده كان بيجيب لي كده فاروق في فاروق كمبيوتر عوض كمبيوتر مش عارف ايه كده حلو يعني. كان جايب لي كام هما؟ تسعة. طيب لو رحنا على نفس الجمله دي زي ما هي قمت انا جاي لي ايه فول اوتر بدل انر وخليناها فول اوتر جوين بدل ايه؟ انر جوين. يعني هو زي ما عامل انر بس ايه الاوبريتور الزياده فول ورايت وليفت. تمام؟ بقى المهم الفكره في الفكره، الكلمه اصلا ما فرقتش كتير معانا. لكن لما جيت عملت كده قلت له ماشي يعني خلينا كده. انا قلت له الديبارتمنت صح، قلت له الديبارتمنت اوتر جوين مع مع كذا قول كذا مظبوط. ايه بقى اللي مزعله؟
اشتغل ليه؟ ماشي، مفيش مشكلة. ده الرايت، الرايت مش هيبان معانا، هشتغل معاكم على الليفت، لأن الداتا مفيش حاجة هتبين لك في الرايت، هتبين لك في الليفت. هقول لك ليه؟ مش هتبقى بس ايه بتشرح على النتيجة. لاحظوا ان في قسم هنا جه اسمه الريسيرش، القسم ده ما كانش فيه ولا تيتشر. فجه قدامه مين؟ جاله قدامه رن. طيب ايه الجمله؟ الجمله تقول ليفت اوتر جوين مع التيتشر. الجمله دي بيفرق فيها لو قلت فروم ديبارتمنت وبعدين التيتشر، ولا فروم التيتشر وبعد كده الديبارتمنت. تفرق طبعا. ف نعم، لان كلمه ليفت ورايت اليمين والشمال، طب فين اليمين وفين الشمال؟ تفرق. فهمتها؟ انا هنا بقول ليفت، فين الليفت؟ الديبارتمنت ولا التيتشر؟ بالليه؟ لا، لازم بالايه؟ بالترتيب. خلاص انا بادئ بالايه؟ بالديبارتمنت، بقى الليفت بتاع مين؟ الديبارتمنت. لو انا بادئ بالايه؟ بالتيتشر، بقى الليفت بتاع مين؟ التيتشر. فالعمليه اتعكست. خلاص؟ عشان كده كلمه ليفت ورايت تفرق في ترتيب الايه؟ التيبلز. تمام؟ فانا هنا لما قلت ليفت جوين، فانا هنا الليفت هنا كان بيعود على مين؟ على الديبارتمنت. طب معناها ايه؟ اوتر معناها ايه؟ اوتر معناها خارج الطبيعي. هو ده اصل الجمله. انا بس عشان اوضح لك الفرق قوي، معلش تسيبوني ان انا اوضح، يعني هجيب هضيف تيتشر ملوش قسم، عشان يبقى عندي تيتشرز مالهمش اقسام وعندي اقسام مالهاش ايه؟ مالهاش تيتشرز، عشان توضح الفكره. هو دايما الاوتر بيجيب الغريب ده، الغريبه دي. تمام؟ فلو انا رحت على تيتشر كده اللي بره، فانا لو قلت تيتشر انا عايز اضيف تيتشر بس على السريع، يجيب اللي بره، الحاجه اللي مش مربوطه، اللي ما بتظهرش في الانر. تمام؟ اسم حضرتك ايه؟ محمود ايه؟ ما تخافش. تعينت النهارده؟ ماشي، بكره؟ يلا مش مشكله. شغال في القسم ايه؟ ما حددتش القسم اللي انت شغال فيه. هي دي القضيه اللي احنا عايزين نوصل لها، صح؟ وهقول له ايه؟ نفذ. وهرجع على الاس كيو ال بتاعي، وتعالى بقى على الانر الاول اهو عشان اقارن بيه. تمام؟ انا شغلت جمله بالانر العادي، ولما شغلت بالانر العادي ولا طلع القسم بتاع الريسيرش ما ظهرش، ولا طلع ايه؟ محمود ما ظهرش، ولا ده بيطلع في الانر ولا ده بيطلع في الانر. لان الانر معناها لما تيجي تعملوا بتوع الاحصاء كده، بتبقوا عامل دايره كده اسمها مثلا تيبل تيتشر او ايه، والثانيه تيبل بي، وفي في النص اللي هي الايه؟ الانترسكشن، صح؟ الانر هو على الانترسكشن ده، هو شغال على ايه؟ على الانترسكشن هنا، اللي هو على الانترسكشن. اللي هو هنا وهنا، ماشي؟ الراجل بقى، الراجل بتاع الاوتر مش بتاع الكلام ده. لما جينا اوتر الاول، لما جينا قلنا ليفت معناها هات لي كل الاقسام، يعني الاول جاب لي كل المرتبط في الديبارتمنت وفي التيتشر، وهات لي كمان الاقسام اللي مالهاش ايه؟ مالهاش تيتشر. بقى المعنى كده، بقى المعنى ايه؟ بقى المعنى كده. لو جيت جربت فجاب لي حتى الايه؟ حتى الاقسام اللي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش تيتشر. ده الليفت. تعالى بقى نجيب الايه؟ الرايت. الرايت بقى معناها ايه؟ الرايت هنا التيتشر هنا. معناها هات لي كل التيتشرز حتى لو ما كانش ليهم ايه؟ حتى ما كانش ليهم اقسام. فجاب لي مين؟ جاب لي اهو محمود حسين، وجاب لي قدامه قسم ايه؟
فاضي تمام؟ فاهمين شكلها عامل ازاي؟ طيب الايه الفول بقى معناها هات لي الديبارتمنتس اللي ملهاش اللي ملهاش تيتشرز وهات لي التيتشرز اللي مالهمش ديبارتمنتس وطبعا هات لي التيتشرز والديبارتمنتس اللي مع بعض يعني مفيش مشكله. طيب هو هو زعلان من الفول ليه؟ غباء موجود في الماي سيكوال بس هو الغباء ده هيخلينا نفتح اللي بعد الجوين يعني مفيش مشكله يعني هجيبها يعني هتروح من هنا فين؟ يعني لو انا عملت كده دي بتجيب لي كل الاقسام كل البيانات بالاقسام صح؟ والاقسام اللي ما فيهاش مين تيتشر والثانيه بتجيب لي التيتشرز ما فيهاش ايه؟ اقسام. عايز تعمل كده يعني؟ ليفت رايت؟ لا لا ما اشتغلتش. لا 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 عمرك عمرك انت بتقول الديبارتمنت ورك يكون بيساوي الديبارتمنت نمبر فده مش هيحصل صح ولا ايه؟ مش هيحصل. طيب نعمل ايه؟ هنخش على هنخش على الموضوع اللي بعد كده اللي هو برده كان ليه علاقه برده بالجوين. انتوا متخيلين الاول الشكل بتاع الدايرتين متخيلين الانترسكت اللي في النص ومتخيلين ان احنا نجيب الطرف اليمين معاه لما نجيب الطرف اليمين اللي معاه فهو بالاخر بيجيب ايه كلها؟ ايه كلها خلاص وما بيجيبش مين ما بيجيبش اي حاجه بي مش موجوده في ايه فاهمينها وبيعمل نفس الحاجه الثانيه لما بتجيب بالايه بالليفت. طيب احنا عايزين نعمل ايه المره دي؟ عايزين نجيب كله عايزين نجيب كله على بعضه صح؟ ففي عندك جمله اسمها يونيون. انا لو جيت عملت كده هي نفس الجمله بس دي خليتها رايت. بص انا عندي جملتين سيلكت جمله سيلكت بتجيب لي كل دوله على اليمين ودي بتجيب لي كل دوله على ايه؟ ولا في امر جميل جدا اسمه يعني ايه يونيون؟ اتحاد. فاكرين الحاجات بتاعت الصحه دي؟ طيب فلما جينا هنا وقمنا قايلين جول طلع لي ايه بقى؟ جاب لي كل الناس اللي تمام بعدين جاب لي قسم الريسيرش اللي ما فيهوش مين؟ ما فيهوش حد وجاب لي الشخص اللي مش موجود في القسم. فدي كده بالنسبه لنا الفول اوتر جوين. يعني هتتجاب فاهمني ازاي؟ ايه؟ لا يونيون بس ما بين التو سيلكت. ما بين اي جملتين سيلكت اقدر احطه في النص. فطبيعه الحال اتخيل ان في ايه تاني غير يونيون؟ الاور ما بتربطش ما بين تو سيلكت، خد بالك دي جملتين مش جمله واحده، مش جمله واحده جملتين. انا على فكره كاتب الجملتين كما هما سيلكت وسيلكت وحاطط ما بينهم اليونيون. تمام؟ يعني ايه مثلا يا استاذ؟